لك يسلم لي اللي بده يصير احسن فارس بالدنيا. جبتي الطوق؟ ها شو زينة تعبانة؟ انت ليش سمك خضر؟ ما بعرف، يمكن لأني أخضر. خ...
خضر، اسم حلو. عن جد عجبك؟ خضر، انت شو رأيك فيني؟ عراسي والله زينة الصبايا. لا تكذب ولا تمسح جوخ، عن جد عم بسألك، انت كرجل شو رأيك فيني؟ بتجنني، احسن شباب هالبلد بتمنوكي. ومايك خضر، بس هدول اللي بوشهم النظر، في ناس ما بتشوف منيح وبيكون العتب على النظر، وفي ناس بتشوف منيح بس ما بيطلع له، مشان هيك بيغضوا النظر. شو عم تحكي بالألغاز؟ كأنك عشقان. ليش نحن بيحق لنا نعشق؟ تعرف شو جاي عبالي؟ جاي عبالي اصبح. لا وعاكي، الدنيا برد والمي مليانة بالدوامات. ليش في أحلى منه تاخدك شي دوامي تسحبك لتحت؟ سلامتك من الدوامات، ليش هيك عم تفكري؟ بعدك صبية بأول عمرك والحياة حلوة. مو حابب تشوفني أنا عم بسبح؟ رح أسبح بتيابي. لا لا تخاف، ما حدا شافك وانت جاي معي. أنا خايف عليك. خايف علي؟ طيب شو رأيك نسبح أنا وياك؟ نسبح سوا. شباك؟ ولا شي، عم بطلع بعيونك. شبه هون؟ حسن مثل نبعتين مي، كل ما بتطلع فيهم بدوخ. يا سلام، يعني هلا انت دايخ؟ لا هلا انا غرقان. صدقيني لما بتطلع بعيونك بحس حالي عم شوف العالم كله. بس يا يحيى، انت ما بتعرف عني شيء، يعني انا غامضه بالنسبه لك. لو كان مفهوم يمكن ما يكون حلو. مو شرط. بتعرفي عيونك لو كانوا مفهومين ما في داعي كان فكر فيهم اقراهم. انا ما بحب التعقيد، بحب البساطه. قبل بشوي قلتي انك غامضه لاني ما بعرف عنك شيء. مزبوط، لأن الشخص اللي ما بتعرفه تجهله. أنا ما بشوف هيك، أنا بشوف كل ما عرفت الشخص أكتر كل ما صرتي بتجهلي أكتر. شو؟ ما تنام؟ عم بستناك عمي فضل الله. أنت رح يرجع؟ عمك فضل الله ما رح يرجع الليلي، هو بالغيضة. بتعرفها؟ لا. كان شي يوم بدنا نركب على الخيل أنا وياك ونروح سوا. شو؟ بتروح؟ بس على شرط، أنا على حصان وأنت على حصان. إيه معلوم، ما أنت صرت شب وخيال. يلا هلأ بدك تنام لأنه بكرة بدنا نفيق بكير. مالي نعسان. أحكي لك حكاية؟ لا ما بدي حكاية، بدي تجاوبيني على سؤال سألتك إياه من زمان. شو هو؟ بتل الحبس. شو بدنا بتل الحبس هلأ؟ الله يقطع سيرته. طب احكي لي عنه، امشي شي يوم انا وياك نروح عليه. عتل الحبس؟ لا ما فينا نروح. ليه؟ خلص هلأ نام، وبكرة خلينا نفكر كيف بدنا نلبس الطوق للدعاس. رجال كتير، عشان هيك بتخاويهم، يعني بتاخذ لهم ارواحهم قبل ما تاكلهم طباعهم.
عدانيا من وين؟ عقاب بيك؟ ايه لا تخاف فوت نام. فضل الله بالغيظة يا بيك. بعرف بعرف ماني جاي من شانو، جاي اخذ شوية اغراض. تريد مساعدة؟ لا ما بدي، فوت نام يلا حرك. يلا أنا لازم روح. خليكي لسه شوي. ما بقدر، تركت أمي لحالها. بتكون نايمة. طيب بركي فائت. ما رح تفيق هلأ. هايل، إذا أهلي عرفوا بيدبحوني وبيدبحوك. فشروا إنهم يدبحوكي. أنا خايفة عليك. أنت وضعك أصعب من وضعي. لا تخافي علي. أبوكي أنا بعرفه، وأخوكي كمان بعرفه. صحيح إنهم مخوفين العالم، بس إلي ما بيخوفوني. مو لأني بطل لا، بس لأنه اثنيناتهم جبنة. عاملين حالهم قبضايات لأنه ما حدا تعود يوقف بوشهم ويقول لهم لا. مستقوين على الناس بمدافعهم. بس أنت كمان بطل. أنا بتم رجال طالما أنت جنبي. كرمال عيونك هدول بوقف بوش مدافع الدنيا كلها. أنا رايحة. حسن، ديري بالك على حالك. مشاني. أنا ما بآمن بالتنجيم، بس من كتر ما حكولي عنك قلت لا أسمع. لا هي كايد بيك، ما في ولا واحد من أصحاب المقامات الرفيعة إلا وبيتمنى مين يقرأ له بخته. أنا ما بدي مين يقرأ لي إياه، لأني بعرفه. بعرفه من قبل ما أولد ومن قبل ما تولدي أنت. بس في شغلة واحدة بدي أسألك عنها، إذا عرفتيها بتكوني عرافي عن جد. بس انت بدك تعرف اكثر من شغله واحده. شغله انت رح تخبرني عنها، وثلاث شغلات انا رح خبرك هن. شو هن؟ اول الدرب الشجره اللي انت حابب تسال عنها. انت بتكره البنات، بتحب الصبيان، وبدك تعرف اذا تزوجت رح يجيك صبي ام بنت. صح. وشو بتقولي؟ انا ما بقول، بختك هو اللي بيقول. البخت شو بيقول؟ رح تفوت من باب وما رح تطلع منه. شو يعني؟ يعني رح تفوت بالحيط. شوفي، لا تحكي معي بالألغاز. بعدين شو هالتبصير اللي لا في ودع ولا في زهر؟ في؟ مين قال لك ما في؟ بس هداك تركته للدروب الصعبة. هلا فهميني، رح أتجوز؟ ما بنصحك. وليش؟ ليكون بده يجيني بنات؟ لا، رح يجيك صبي. لك هل ليش ما بتنصحيني؟ هاي بتجاوبك. احكي خلصيني. تعطيني الامان؟ عليك الامان. تزوجت رح يجيك صبي، بس حامل بقلبه لعنة كايد الأول. لعنة كايد الأول؟ كيف عرفتيها؟ ومين خبرك عنها؟ بدك تسأل هاي. بس هاي لعنة نسيناها من زمان، نترنا ونسيناها. ابنك رح يقتلك. فشلتي. تعرفي ليش ما رح يقتلني؟ لأني ما رح أتجوز ولا رح أجيب أولاد. يا
اتفقنا يا عمي مثل ما بدك. لا مو مثل ما بدي، انا عارفان شو عم احكي. دواها اذا الله راد علي، بس رح يكون صعب، والمثل بيقول اخر العلاج الكي. يعني بدك تكويه؟ هذا اللي انا خايف منه. لا ما رح اكويه. لكن شو رح تساوي؟ اوهو اذا هيك ما رح يمشي الحال. حاجه تحكي يا حرمه. ما بدنا نعرف شو رح يساوي البنت؟ لا ما بدنا نعرف، انا بعرف. خلص يا عمي انت شو بدك مثل ما بدك، نحن حاضرين. عندك حل كبيره. قديش يعني؟ يعني هيك ما عليك مندبر وغيره. فوتوا البنت لجوا بالاول، بعدين بتغلوا لهدول وبتسقوا اياهم وهن سخنين، وكل ما كانوا سخنين بيكون احسن. وقد ما فيها خلوها تشرب، خلوها تشرب غصبا عنا، لانه هالعشبه مره. بتكون انت جبت الحله الكبيره، يعني بدها تسع شوال شوالين حنطه على القليله، بتعبيها مي وبتشعل النار تحت منها، ومتى ما بلشت المي تغلي بتناديلي. فهمت علي؟ ايه فهمت. هلا ام رحمه بتغلي لها هدول، وانا بروح بجيب الحله ببيت ابو مرهج. خدي يا حرمه. روحي عمي ابو تركي. وانت شو ناوي تساوي هلا؟ اذا بتسال بعد شي سؤال انت ولا مرتك رح بطل الشغل كله. لا لا دخيلك، خلص ما عاد نسال. بس الله يطول عمرك، لا تموت لنا اياها، ما عنا غيرها. اتكل على الله يا رجل، بعون الله رح تطيب ورح تجوزها وتصير جد. الله يسمع منك، الله يسمع منك. يلا لا اروح اجيب الحل. فوتوا البنت لجوا بالاول. انت اخر واحد بحق له يحكي عن العادات والتقاليد والشرف والاخلاق. انا صقر اللي عم تدافع عنه لو كان فيه ذره كرامه وشرف ما كان دعس عتبه هالدار. اخي ما بدنا اياه، وهو كمان ما بده اياك. بس انت انسان اناني، ما بتشوف الا حالك، ما بتشوف الناس ولا بتفكر فيهم ولا بمشاعرهم ولا باحاسيسهم. انا من شان كرامتي بدوس على عواطفي ومشاعري وقلبي، ما بخلي عاطفتي تزلني. انت عم تحكي هالحكي عقاب الشامخ؟ انت مشان نزواتك الرخيصه بتدوس على كل شيء. الانسان بافعاله مو باقواله. هذا الحكي ما عاد بيهمني. نزواتي شو يعني؟ بحب النسوان؟ ايه سيدي بحبهم. في حدا بهالدنيا كلها ما بيحب النسوان؟ انت وابوك غيروا لي هالنغمه، خيطوا بمسلي غير هالمسلي. وانا كمان بحب النسوان، بس انا مالي مستعد اعتدي على اعراض الناس واكل لحمهم. اللي بده يرفع راية الشرف والأخلاق والعادات والتقاليد بده يلتزم فيها. اها يعني أنا بلا أخلاق. شوف عقاب، لقلك أنا مالي قيم على أخلاق الناس. أنا كل شي بيعنيني إنك تحل عن صالحة وصقر. أنا حل عنه؟ خليه هو يحل عني. هو حقه يا أخي، بده يشوف بنته. أخي ما بقدر أشوفه بهالدار، ما بقدر أشوفه. مالك مضطر تشوفه، رح يجي بالشهر مرة واحدة ورح يخبرنا قبل ما يجي. بتقدر تترك الدار بهذا اليوم. وصالحة؟ شو دخل صالحة؟ رح يجي على المضافة لحتى يشوف بنته. قصدي حرام مشان ما تتعذب. هلا انت صرت شفقان على صالحة؟ انا بدي اياها تنساه، تشيله من بالها. مو على كيفي ولا على كيفها، بعدين هذا موضوع تاني بيخص صالحة. بتشيله ما بتشيله هي حرة تصطفل. طيب ضروري كل شهر؟ مو ضروري كل شهر، بجوز يجي بالشهرين بثلاثة بالسنة، إنما إذا حاب يجي كل شهر فهذا حقه. على هالحالة لو أخذ بنته كان أحسن إله وإلنا. ما أنتوا اللي مرضيتوا. صالحة اللي ما قبلت. كمان صالحة مع حق، ما فيها تعيش بدون بنتها. كل الناس مع حق مع داي أنا.
قديش سقيتيها؟ طاسم عباية بس كأنها سخنة؟ عم تغلي غلي بس البنت أم رحمة شايفة النسوان اللي قاعدين فوق؟ بتطلع بتعدي جنبهم وما بتحكي ولا كلمة وإلا ما بشتغل ولا شغري. أبو رحمة أنت بتضلك هون وشو ما بطلب منك بتنفذ وبس. على كل حال يصطفلوا القمح قمحهم ونحن إذا خسرنا الربع هن راح يخسروا ثلاثة أرباع. والله عم تحكي مثل الشبعانين. القمح قمح هون لما بكون بكياس هون بس لما بكون هون بالسهل القمح قمحنا. بعدين هن إذا خسروا ثلاثة أرباع مو فارقة معهم بس نحن إذا تأخرنا عن الحصاد راح نخسر كتير. بعدين أنت ما رح بتزي من أبو محمد 10 تمزاد قمح؟ 10 25 وبدوا ياهن على الموسم 40 وكتب ورقة وبصمني عليها. هاها شفت؟ معناتها لسه بتقلي يصفلوا؟ ساري بسارة. صحيح يا أبو محمود بس أنت لجوج شوي بعد بكير على الحصيدة. أخي أنا قمحي لحقت أصدق وبكرة الصبح راح بكر على الحصاد لأنه إذا ما بكرت راح ينخرب بيتي. ما بيجوا الكل بس النص يعني من كل بيت واحد. الاغا كايد بيك هيك قال نص بيجي لهون والنص الثاني بيروح على الحصيده. مفهوم؟ مفهوم. اذا الواحد لحاله شو بيساوي؟ ما فهمت شلون يعني؟ يعني اذا كنت انا لحالي شو بساوي؟ طيب ما عندك مراه؟ ما عندك اولاد؟ لا ما عندي. اخي ما بعرف، روح اسال ابو محمد. يلا شباب الكل على الشغل. يلا يلا شباب. الحمد لله فرجت. منين فرجت؟ يعني الكحل احسن من العمى. العمى ما اشطرهن العمى. صالحة شو يا أخي؟ أنا رايح على المراح، شو رأيك تروحي معي أنت ومحاسن ونارة؟ شو رأيك؟ أنا ما أروح. كيف؟ أروح أكلها مشاني. الله يخلي لي إياك يا أخي، نيالي بدها تصير مرتك. نواف جهز حصانين. نحن راح نجهز حالنا. Thank you.
حدا بيقرب عليها قبل الغياب بتشيلوها من الحصيرة وبتلفوها بأرحاف. أم رحمة البشارة لي. يعني بعدها طيبة؟ طيبة بكرة بإذن الله بتكون عم تمشي. عندك ريحان؟ لا هلأ بعتلك شوي بتدقيهم منيح وبعدين بتنخريهم وبتخلطيهم بشوية زيت حلو وبتدهني لك البدنة. امتى؟ بكرة الصبح. يلا على مالك عمي بتركي من نتغدى؟ الغدا بكرة. يلا السلام عليكم. وعليكم, وعليكم السلام. هاي ام حسن مرت سعيد الدور. هي هي يحيى ليش ساكت؟ ما تحكي. شو بدي احكي؟ شو ما بدك؟ انت بتحب السكوت؟ لا بس انا ما بحب الحكي بحسه رخيص. بس في كلام ما بيتقدر بثمن. مزبوط هذا هو الكلام اللي ما بينحكى ابدا. وين راح أبوكي؟ راح لبعيد بس بده يرجع راح يجيب لي معه لعبة. يعني راح دل الحبس؟ لا أبوكي اللي راح لدل الحبس. أبي بده يرجع. وأنا كمان أبي بده يرجع. لا أبوك مات. اللي بيروح لدل الحبس بيموت بتاكله الغولية. لا أبوكي اللي أكلته الغولية. روحي ما عاد بدي ألعب معي. صالحة هلأ أنت عن جد بتكرهيهم؟ أنا كرهاني حالي لأني من بيت الشامخ. أنا بتمنى أكون إنسانة بسيطة مثلي مثل غيري. يمكن كان أحسن لي بألف مرة. أنت يا صالحة غلطانة وعم تحكي هيك لأنك ما بتعرفي حياتنا مو مجربتيها. أنا ما بعرفها أنا عايشتها. لا أنا عايشة أصعب منها. أنتوا بتشتغلوا مرابعين ببيت الشامخ بس أنا بشتغل مرابعة ببيت أهلي. أنتوا الوحدة منكم تعيش ببساطة بتحب ببساطة بتتجوز بتجيب أولاد ببساطة بدون تعقيد. بس أنا إذا اشتهيت لقمة ما بقدر سويها بإيدي. هلأ نحن حياتنا بسيطة حياة الفلاحين؟ لا يا صالحة نحن حياتنا صعبة ولقمتنا مغمسة بالدم. نحن منشقى ومنتعب ومنعرق مو من شاننا. في أصعب من إنه تعبك ياخدوا غيرك؟ في أصعب من إنه ولادك يجوعوا منشان ولادهم ياكلوا؟ لا يا صالحة لا تخلطي مشكلتك مع جوزك بحياتنا. لا لا أنا ما عم بخلط. هاي اللقمة اللي لازم ياكلها ابنك أنا ما بقدر أكلها. أنا ما بقدر شوف الناس حافيين أنا لابسة كندرة ولسه عندي غيرها 10 مخباية.
هذا لأنه قلبك طيب وبنت أصل، وهذا بيأكد يا صالحة أنه مو كل بيت الشامخ سيئين. بعدين الواحد أصابيعه اللي بإيده مو مثل بعضهم. أنا ما عم أحكي عن الأصابع، أنا عم أحكي عن الإيد، الإيد الملطخة بالدم. شو نفع الإصبع المنيح فيها؟ مين عطى حق لكايد الشامخ إنه يعمل هيك بأبو حسن وأمال وغيره؟ مين عطى حق لعقاب الشامخ إنه يعمل هيك فيكي؟ لا يا المس، القصة مو قصة أصابع ومناح ومناح، القصة أكبر من هيك بكتير. بس يا صالحة، هي أبوكي وأخوك يحيى، وأنتي أبي وأخي وأمي الله يرحمه. ولو كان في شي عشرة شي مية مثله يمكن كانت الدنيا بخير، بس هدول عم يموتوا، هدنك عم يخنقوا هدول يموتوا. لا يا صالحة، هدول في منهم كتير، الدنيا ما بتخلى من الطيبين. بكفي انه يكون في انسان مثلك حتى الواحدة تشعر انه الدنيا بألف خير. مو معقول قديشك حزينة، حزينة وحلوة. بعدك زعلان مني؟ ليش لحتى ازعل منك؟ لاني ما حكيت لك قصتي. انا مو زعلان منك، أنا زعلان عليك وخايف. خايف؟ الأشياء الحلوة بالدنيا بينخاف عليها. حاج تلعب بعقلي، بعدين بصدق حالي إني حلوة. الحلاوة مثل الروح، ما بتتخبى، في لها جراس معلق فيها بتفضحها. مرهج، مرهج، شو بك؟ مرهج، مرهج، شو في؟ قوم شوف رجل إبراهيم. شو بها رجله؟ رجله عرجة. تعالي. لك مزبوط رجله عرجة. تعا ماما، تعا مرهج، لازم نشوفه لحدا. يا حبيبي انت يا ماما، يا حبيبي، عم اقول ليش تاخر بالمشي؟ غير شر ليش؟ هيك بتشاءم؟ تشاءمت من دقتي؟ لا لا تخاف، هالمرة عم دق قهوة لأنه خضر مرضان. قلي دقيقة قهوة بالبلد؟ أب محسن! نعم يا أبي. بكرة بتجيب خمسة رجال يدقوا قهوة. تأمر يا أبي. اسمعي عمتي، طول ما انا حي ما بدي اسمعك عم تدقي قهوة. ما
شو شايفك فايق على الارض؟ ما في روحه. انت لازم تروح على الخضرة مشان تحفر للمي. ما حكينا امبارح؟ انا محمود ما بدنا مشاكل، بكفينا يلي فينا، يكتر خير الله يلي خلونا نروح على الارض. فهمي لابنك، فهمي لهالتور احسن ما ينخرب بيتنا. مو ناقصنا مشاكل، مو ناقصنا مصايب من غير شي العين حمرا علينا. يا محمود بتريدني انا واختك نروح نحفر المي؟ هن بدهم من كل بيت واحد ونحن مالنا غيرك. لا حول ولا قوة الا بالله. وين حسن يا فضل الله؟ خير، شو بدكن فيه؟ بده اياه الوالد مشان يحفر. حسن؟ ايه حسن. يا جماعة وكلوا الله، حسن لسه طفل صغير. صغير؟ كل ولاد التلي عم تحفر. بعدين مثل ما المي لكل الناس، الحفر على كل الناس. ولا شو؟ بدكن العالم تحفر وانتو تشربوا مي؟ يلا خلصونا يلا. طيب، أنا بروح بداله. ما بصير. مين بده يعتني بالخيل؟ أنا. أنت ما تحكي ولا كلمة. فوتي جيبي يلا بسرعة. لساته نايم. معناتها بتفيقيه وبتحضري له زواته وبتبعتيه على السريع، فهمتي؟ صبيع رجليك. ايوه اي كمان فيكي ترفعي رجليك لفوق. حركي لي يا صبيع رجل هاي. ايوه فيكي كمان ترفعي لفوق لفوق شوي. عظيم. ولك يا ام رحمه ما زلغتي، واقفه على الباب وزلغتي.